السلام عليكم اخوص، كيف كتلاحظوا حنا دابا راه خدامين في الدروج. الدروج ديالنا المهم اول مره تشوفوا معنا الخدمه ديال الدروج، يعني هاد الموديلات ديال الدروج اول مره غادي نفهمهم ونشاركوا معكم هاد الدروج من راس القاع. كما كتشوفوا خاصين الميزان ديالنا، الطريقه كيفاش كنتصرفوا بالميزان، يعني غادي تشوفوا معنا من البدايه حتى النهايه الخص. المهم تبعوا معنا الفيديو وتشوفوا. المهم الخص من بعد ما تراصينا الميزان غنوريكم التفاصيل ديال الخدمه كامل. من بعد ما تراصينا الميزان خصنا نلصقوا شي حاجه على حساب ديك الميزان. دابا غنوزو واحد 12 ديال السنتيم زائد 6 هي 18 ديال السنتيم. غادو في الحاشيه كامله، شفتوا كيش يعني هذا الميزان ديالو صعيب شي شويه، شي يعني بصح حكمه بصح دائما الانسان يرد البال وكنقطع الطروفه بلايك فيهم 12 ديال السنتيم. وكنبدا نسد يعني كتبدا تستف على حسب هاد الرجلة هادي. كما شفتو الاخوان الطريقة كيفاش كتخدمو الدروج، الدروج بس مشويش مور هادو كيخدمو بميزان، ميزان خصو يجي هكدا ميزان هكدا كنتراسيهم كما شفتو. هادو تجي هاد لين هادو عاود تاهوما ميزان ولكن ميل. هادو يعني ما عندكش كيف تعلق بالرواقل بصح كيشيلو حاجة هايدا، المهم كتلعب معاهم كيبقى على حسب التكنيك ديال بنادم. وتجي هاد هايدا عاود ميزان ديك الساعات المهم بحال هكدا مثلا كتشوف الواحد القراطي اللي غايجيو دابا بحال هادي بحال هادي كنعوض لها ميزان كنزل الطروفة ديالي. المهم هادشي هذا كيطالعو شوية التكنيك شوية هادي هادي بحال هكا. وهادي عاود شفتو كيفاش منالا الطريقة ديالها كاملة كاملة مشي معاهم بهاد الشكل هذا. شنو خاص هدا الغرغر لي غنخدمو بيه في الدروج. دابا شفتو الطريقة الخص كيفاش كنقسموهم الغرار ديالنا هو هدا لي جابيناه وشفتو كيفاش كنقسموهم. كنقسمو التقسيم في الأول يعني كتملهم حسابهم كتقاس عبر حتى دابا حنا خلينا بين وحدة وحدة، خلينا اثنين وثلاثة بين وحدة وحدة وكل غرغر بين ناسو اثنين وثلاثة كتقاس قسم دايما من طريقة التقسيم معروفة وكتبقى تمشي مع الطروفة بطريقة سهلة بحال هكا. كتنزل الطرف هو الأول كتجيب غرغر وكتنزلو مع كيكونو عندك التراسوس التراسوس عندي هنا منزلي التراسوس كتمشي معاهم كاملين بهاد الشكل هذا. وهادي البلاصة لي كبيرة عاود نفس المنظر هادي عاود شفتو عاود هادي عملنا لها واحد الغرغر في الوسط وليت هاد 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 يكون هاد الطرف هادي هنا يكون اللي داير الضو الضو داير مع الحاشية كاولي ديالها غيكون الضوء دائما الحاشية وهاد السيفة فيها الغرغاريس. المهم هاد الطريقة كاملة غتعود مع الدروج كاملة غيجي بهاد الشكل هذا. الهبطة الأولانية هي هادي الخص الدروج كنبداو دايما من الفوق حنا واديين كما كتشوفو، يعني الدروج كيطالبو شوية الدقة في العمل، يعني الميزان خصو الإنسان يرد البال في الميزان ولا في الناحية لحقاش مكتخدمش عادي، يعني ميزان عادي يعني كتخدم نتا هو دميل، يعني تما فين كاين إلا فيرتي هدا ولا هكدا كيبان الميل أولا العوج. والتقسيم كيطالبو التقسيم كما كتلاحظو داكشي مقسم على حق وطريق والخص وفيه الليد. هذا بالنسبه للايطاج الاول، يعني حنا بدينا من فوق غنوريكم حنا وادين حتى لتحت
غتشوفوا المراحل كامله الخبز ديال الفينيسيون ديال التركيب من راس القاع ملي غنسالي، وغادي نوريكم من الطالع هذا الباب حتى للفوق. كتلاحظوا الفوت من بعد ما جبنا الجهه الفوقانيه كنبداو هوالي مع الدروج كومبلي. ولا كان شي حاجه دابا المفيد في هذه الخدمه ديال الدروج، ان الا كان الدروج ما مقادين شي كتقادو ميزان وكتصوبهم كتفصلهم على يدك وكتقاد داك الشيء، لحقاش الاغلبيه ما كيكونوش مضبوطين 100%، ولكن بالقبس كتضبطهم 100% وكيرجعوا ديكور وكتقسم داك الشيء بالميزان، وداك الشيء كيكون على ما يرام. كما كتلاحظوا هنا الفوت لأول مرة كتشوفوا هاد الديكورات هادو على اليوتيوب، كنشاركوهم معكم وبزاف عديد ديال الناس غيستافدو، لحقاش الخدمة الدروج يعني قليل في كتكون شي حاجة. المهم جبنا لكم شي حاجة جديدة الخوص موديل جديد فيه الليت سبورتات من الدخلة البابية هادي با فيها هاديك الخدمة ديال الطروات دي و هاد الدروج ديالنا كاملين. نوريكم كيفاش خدمناهم، شوف كيفاش طلعو. بعد دخلنا يعني تبعنا الدروج، يعني الدروج كيما كانو خصك تتبعهم على حساب فلان لي فيهم. الشابوز كيفاش طلعو، ها الدريجات ديالنا شي حاجة من الموديلات الجداد هادو لي كاينة ديال الدروج. شوف الدخلة ديال الباب، هاد الدخلة هادي هانتوما تشوفوها في الفيديو القادم كيفاش مصممة الدخلة ديال الباب، وهم شي حاجة مزيونة. مبغيناش نحرقو المراحل، قلنا الدخيلة هادي فيها شي حاجة الرومي بلدي، هانتوما تشوفوها في الفيديو القادم. انتظرونا في الفيديو اللي ماجي مور هذا. دابا في الفيديو نوريكم تصميم الدروج. الدروج الخاص كيما كتشوفو حنا كنعوضو دايما كتقاد ميزان الدريجات، كنعملو هاد الغرغاريس هادو، وهاد الليد كيجي مخبع يعني شي حاجة مكتجيش متقلة، كل بلاصة كنعملو لها هكدا. هانتو هنا الدخلة دخلة الدار عاود كنعملو لها هكدا، فيها الليد كيجيو سبورطاس من هنا، سبورطاس من الحاشية، شي حاجة ما كتجيش متقلة غرغرة. وكيش كيجي فيها شي جوج سنتيم على سنتيم ونص، كيجي في السقف طالع فوقاني. هذا الدرج ديالنا نطلع معاهم كاملين باش تشوفو النظرة، النظرة كاملة كيش كاتبة. ملي كنقادوهم إلا كانوا الدروج مطويين مطويين هكذا وهكذا كتجي فيهم الخدمة حسن، هادو فيهم الطاويات بزاف، وهيدا كون قديناهم. شتو الدروج ديالنا كاملين الفوس كيف كيهاودو، ما قلنا الخوص يعني كنقدوهم ميزان هالخال ديالهم ديال الديوان. هنا فيهم هاد الغراريس طلعنا معاهم تنسطح. هادي الدخلة ديال السكنة عاوز هنا، شتو كيفاش عاملة هنا هاد العتبة جات قريبة للسقوف، البلافو مقربناهش ينطح بعدنا ورمدينا باش الإنسان ميضربش راسو. شوف أنا مثلا بحال مثلا نطلع هنا مضربش راسي دابا، كنعملو احتياطات ديال هادشي هذا ضروري. هادي با تسطح، شتو الفيديو ديالها من قبل، يا هادي شطات يا خدمة غزالة. زرعت لك كل هاديك الطابة، الدروج ديالنا هما هادو الخص، يعني نفس الستيل كيعاودو، الدروج ما عندكش كيف تعمل تصورهم باش يبانو واضحين، خص الإنسان يكون فيهم باش يشوف. شوفهم دابا واضحين، شوفهم هكذا عودنا معاهم من الراس حتى للقاع الخص، يعني الصالة هكذا كاين غرغر ليد. وبالمناسبة شتي مكيش يعلو الديوان هاد الدروج كيبانو واعرين، تا كيشعلو عاد كيبان الديكور ديالهم. هنا كيجيو مقسمين، كتقسم لهم على حسب داك الخوا اللي كيبقى هنا هو اللي هنا هو اللي هنا، باش كيجيو مقسم. وهادي هي الخرجة ديال الدروج،
نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو الخاص. تبارك الله عليكم.